أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة طهرت من حيضها قبل المغرب، فهل تقضي الظهر والعصر أم تقضي العصر فقط؟ امرأة أحسن الله إليكم. تقول: امرأة طهرت من حيضها قبل المغرب، فهل تقضي الظهر والعصر أم تقضي العصر فقط؟ نعم، لا تقضي الظهر والعصر، لأنها طهرت في آخر وقت الصلاتين، لأن الصلاتين وقتهما واحد عند العذر، وقتهما عند العذر وقت واحد، المغرب والعشاء والمغرب والعشاء والظهر والعصر عند الضرورة وقتهما واحد. فإذا طهرت في آخر وقت الأخيرة صلت معها الأولى بحكم الجمع بين الصلاتين.